كنجدو ترحاب والتحية الصباحية على كل مستمعينا الأوفياء وخاصة العدل. تحقوا بنا اللحظة وغادي نمشيو مباشرة للتواصل مع الشيف هند الديساوي. ألو ألو مازال معنا الشيف هند؟ ألو ألو سلام ألو صباح الخير. صباح الخير حبيبتي، كيف صبحتي على خير؟ الحمد لله حبيبة ربي يخليك. مرحبا بتواصلك معنا. سنة سعيدة. الله يبارك فيك. سنة سعيدة ونتمنى لكم إن شاء الله بطولة العمر وبصحة والسلامة يا ربي. أمين ليك ولوليداتك إن شاء الله ولكل أسرة ديالك والأم ديالك. تحياتنا الحجة وليا دقائقك موجودة. تحية كبيرة. لهلا يا اختك حبيبه، وكنتمنى الشفاء العاجل لوالدتي اللي شويه عيان هاد الايامات، والشفاء لكل المرضى مساكن فعلا. الله يزيد فرحته وفرحت الجميع المرضى ان شاء الله. صحه وسلامه يا ربي امين يا ربي امين. اكيد انا تقترحي للمستمعات يعني ديبوش اقتراحات يعني ديال الاحتفال بهذا السنه. انا حاولت نعطيكم واحد الى سمح لنا الوقت ان شاء الله واحد جوج الصفات ديال لي بوش اللي هما شويه ساهلين وكيجيو راقيين وزوينين، وخص غير المقادير يكونوا اللي غنقول لكم يكونوا وتبعوا الطريقه. واكيد اكيد غادي تنجح لهم 1000% ان شاء الله. هلا غنبداو بالوصفه الى سمحتي سنة الوصفه الاولى اللي هي غتكون بوش بالحامض وبواحد الجوليفيه ديال الفرامبواز اللي غيكون من الوسط. الوغ باش نحضروا هاد لي بوش ولا اي مفاسنه، خصنا اول حاجه نبداو بها الحوايج اللي خصهم يجمدوا، الحوايج بحال دابا لا جينواز اللي خصها تطيب واللي خصنا نخلوها تبرد. علاش؟ حيت لا موس الا صوبنا هي الاولى مع الجيلاتين اللي فيها غادي تجمد لينا، يعني لا موس نخليوها اخر حاجه. الوغ ما نكرهش نوجدوا لو سيغو اللي غادي نفزقوا به لا جينواز ديالنا لافي يعني ليله قبل، ونوجدوا لو جوليفي ديال الفرامبواز حتى هو اللي غنوجدوا لابوش ديالنا حتى هو يكون ليله او في الصباح الا بغينا نخدموها في العشيه. هكا باش جينا ساهله الطريقه ديال لابوش ديالنا نسهلوا كل شيء. الوغ نبداو اول حاجه ان شاء الله غنوجدوا واحد البوغي ديال الفرامبواز ل 200 مليلتر، هو الجوليفي ديال الفرامبواز غنحتاجوا 200 مليلتر ديال البوغي ديال الفرامبواز وثلاثه الوراق الجيلاتين. إذا ما عندناش البوغي الفرامبواز نقدروا ناخذوا الفرامبواز طري 200 غرام وكنديروها فوق النار حتى كطيح هذيك الفرامبواز ديالنا مزيان، وكنزيدوا عليها دوك الوراق الجيلاتين. إيه واخا. كنشدوا واحد المول أون سيليكون ديال الكيكة، داك الكيكة الطويلة من الأحسن يكون سيليكون مول طويل، وكنكبوا فيه هذا الخليط ديالنا يعني البوغي الفرامبواز مع الجيلاتين اللي قبل ذوبناها في الماء بارد عصرناها عاد كبيناها على البوغي الفرامبواز. الوغ منين كنديروها في هذاك المول كنديروا لها الفيلم اليمونتيغ وكنخلوها على جنب يعني حتى كتجمد على خاطرها. كنشدوا كنوجدوا اون جينواز اللي عاديه، الجينواز اللي كنصوبوا في اي حلوى ديال لاكريم اللي كنحتاجوا لها ربعه البيضات. 125 غرام ديال السميده. 125 غرام ديال الطحين. اول حاجه غنطربوا البيض ديالنا مع السميده حتى كيطلع وكيضاعف الحجم ديالو وكيبيض الخليط ديالنا وكيولي خفيف. من بعد كنزيدوا داك الطحين اللي غربنا من قبل على ثلاثه المرات، نغربلو يعني ثلاثه المرات حنا كنزيدو على ثلاثه المرات. حنا كنبداو كنطلعوا بالسباتول ديالنا من تحت للفوق باش ما كطيحش لينا هذيك لا جينواز ديالنا. كنسرحوها في واحد اللاطا اللي ديجا مغلفه بالبابي سيكوريزي او بشي بقات، كنسرحوا هذيك لاطات ديالنا ديال الجينواز اللي تكون رقيقه يعني ما نخليوهاش غليظه تكون رقيقه، وكندخلوها للفران درجه حراره مسخن 180 درجه مده 10 دقائق. واضح سنة ياك؟ هذه لا جينواز ديالنا. الوغ اون فوا كطيب ان شاء الله لا جينواز ديالنا كنقطعوا واحد جوج ديال الاشرطه، واحد كيكون في الطول وفي العرض ديال المول ديال لابوش ديالنا، واحد كيكون في النص ديالو يعني كيكون صغر من الاول. من بعد غنقول لك علاش. دابا وجدنا الجلواز ديالنا، وجدنا جوليفي، وغنوجدوا لو سيغو ديالنا. السيغو ديالنا خصنا نكونوا موجدينو نورمالمون لينا قبل. غنحتاجوا له واحد 160 غرام ديال الماء و80 غرام ديال السكر سنيده اللي غنخلوهم فوق العافيه فوق النار حتى كيعقد شويه هذاك السيرو ديالنا. وكنديروه فواحد القريعه ونخلوه، هذا من الاحسن نكون عندي ما عندنا في الثلاجه يعني ديما نحطو ما كيوقع له والو، وكثر ما بغينا السيرو ديالنا نفزقوا به شي كيك ولا اي حاجه تلقاوه موجود ولا جنب. ندوزو دابا لتحضير الموس ديال الحامض. واخا.
انا غنحتاج 750 مليلتر ديال القشطه الطريه الحلوه من نوع الجيد 750 مليلتر. غنحتاج 300 غرام ديال لا مورينغ سويس اللي غنصوبوها ب 100 غرام ديال البيض الناس اللي ما كيعرفوهاش، و 200 غرام ديال السنيده. غنحتاجو 7 ديال الوراق ديال الجيلاتين، 150 مليلتر ديال عصير الحامض، 100 غرام ديال السنيده. غنديرو السنيده ديالنا والبيض في الحمام مريم، يعني بيض البيض والسنيده في الحمام مريم حتى كيسخن هذاك الخليط ديالنا فوق النار. من بعد كنحيدوه وكنبقاو نطربوا فيه حتى كيبرد وكيطلع، يعني حتى كيتكون لينا واحد البيض. ايه هذه هي لا مورينغ سويس اللي دويت عليها من قبل 300 غرام. ايه غنشدو عصير ديال الحامض والسنيده وغنديروهم فوق العافيه حتى كيسخنوا. ملي كيسخنوا مزيان كنزيدو عليهم هذوك الوراق ديال الجيلاتين اللي فزقناهم من قبل، كيف ما قلت دائما في الماء يكون بارد من الاحسن يكون ما من الثلاجه، كنفزقوا هذوك الوراق ديال الجيلاتين كنعصروهم وكنكبوهم مباشره فوق هذاك عصير ديال الحامض والسكر اللي غلا. وكنخلوه حتى هو على جنب. كنطلعوا هذيك الكريمه اللي عندنا الحلوه كنطلعوها ولكن تكون ميموطي، يعني ما نطلعوهاش حتى كتحقد، خاصها تبقى شويه خفيفه باش ما تجيناش هذيك لاموس ثقيله، كتبقى لاموس خفيفه. ايه ما كنطلعوهاش بزاف. من بعد كنشدو هذيك لاكريم ديالنا اللي طلعت وكنبداو نزيدو فوق منها. هذه ملاحظه مهمه، يعني ديك لاموس الا طلعناها بزاف غادي تثقل لينا، غادي تعقد غتبقى لاموس وما غاديناش خفيفه وغادي خايبه. يعني ملي يكونوا مثلا السيدات كيطربوها يحاولوا انهم يخليوها خفيفه، يعني تبقى خفيفه الكريمه، تبقى خفيفه ما تكونش طالعه حتى كتولي طالعه، لا ما خصهاش تبقى طالعه، خصها تكون ميموطي، يعني النص ديال نطلعوها غير النص. الوغ كنشدو هذيك، ما نساوش بان حنا مازال غنزيدو عليها مكونات اخرى وحنا كنطربو فيها وهي مازال كطلع. الوغ كنزيدو عليها هذيك لا مورينغ سويت وكان وعصير ديال الحامض اللي صوبنا من قبل اللي فيه الجيلاتين، وحنا كنزيدو بشويه بشويه حتى كنحصلو على هذاك الخليط متجانس. كناخذوا واحد المول ديال لابيش اللي متواجدين دابا في الاسواق الحمد لله، كاينين الاشكال والانواع، يعني كاينين جو اللي هما اون بلاستيك فيهم لي موتيف، او كاينين القدام الاولين اللي كاينين بلينوكس. الا كان عندنا هذاك القديم ديال لينوكس كنحاولوا نغلفوه بالسلوفان، ما نجيوش نديروا فيه لاموس ديريكتومون باش كيسهلنا لنا دي مولات ديالو بغينا نحيدوها منه. ايه ملي كنغلفوه بالسلوفان كنشدو لاموس ديالنا اللي وجدنا كنحاولو نلبسوها لهداك المول الجوانب ديالها والنص تقريبا. وندخلوها للكونجيلاتور حتى كتشد واحد شويه، يعني ما كت باش نحطو فوق منها هداك الجولي اللي كنا صوبنا كيف ما قلت لكم من قبل، كنحطو هداك الجولي ديالنا. جولي نحاولوا نقطعوه غير رقيق، يعني يكون قد الجينواز الاولى اللي الجينواز اللي غنديروا الوسط الرقيقه. الجولي ما يكونش مغطي لنا لاموس كلها ولا المول كله، يكون غير الوسط. فهمتيني على لا سمع؟ يعني يكون الوسط جولي طويل ونحطوه كنحطوا فوق منه هذيك لا جينواز اللي صوبنا حتى هي قطعناها رقيقه. وعاد لاموس كنانبيبيوها بشويه ديال السير ولا بالدا، كنحاولوا نفزقوها مزيان حيت اللي الوسط ديما خاصها تكون فازقه. بالعكس على اللي الفوق، الوغ كنفزقوها مزيان وكنعاودو نديرو لاموس ديال الحامض ديالنا من فوق منها. كندوزو عليه السباتول باش كنقادو هذاك المول ديالنا ونحطو الجينواز الاخرى اللي درنا قد المول. كنديرو ليها السلوفان وكندخلوها للكونجيلاتور، من الاحسن تبقى ليله كامله باش كنحصلو على ديك لاموس اللي نبغو نذوقوها ما تجيناش شاريه، يعني تكون جامده شاده في راسها. ايه واخا. الوغ باش نذوقو لابيش ديالنا غنحتاجو لواحد كلاصاج اللي فيه 250 مليلتر ديال الحليب، 80 غرام ديال الجلوكوز، 300 غرام ديال الشكلاط ابيض من النوع الجيد، 5 الوراق ديال الجيلاتين. الوغ فوق النار غنديرو داك الحليب ديالنا والجلوكوز حتى كيغلاو، يعني 250 مليلتر و 80 غرام ديال الجلوكوز حتى كيغلاو، كنحيدوهم من فوق العافيه وكنزيدو عليهم الجيلاتين اللي فزقنا من قبل.
كيف ما قلت لكم في المدارس كنعصروها وكنزيدوا عليها خارج النار الجيلاتين، وملي كتذوب هذيك الجيلاتين كنزيدوا عليها شويه ديال هذاك الشوكولاته اللي عندنا اللي هو 300 غرام ديال الشوكولاته الابيض وشويه ديال الملون اصفر باش كنحصلوا على اللون ديال الحامض، كتذكير بان هذيك لاموس عندنا راه بالحامض. منين كنزيدوا شويه الملون ما كثرش بزاف شويه الملون الاصفر كنخلوها تبرد شويه، يعني ما نجيوش نكبوها فوق لاموس وهي سخونه سينو لاموس كلها غدوب لينا، يعني كنخليوها شويه كتطفى. من بعد كنحطوا هذيك لاموس اللي ديمو لينا من المول ديالنا او لابوش فوق واحد لاكغي واحد الشبكه وكنكبوا عليها هذا الكلاصاج بشويه حتى كتلبس كلها كلاصاج. بالنسبه للزواق ديالها او التزيين كنعرفوا راه كاينين في الاسواق كيتباعوا دي ترونسفير خاصين بليبيش باش كنديروا لابيش من الجناب ديالها كاين واحد ترونسفير حتى على جذع الشجرات وكاين اشكال وانواع. الو كنعمرهم الشوكولات الابيض العادي ماشي غني العادي كنخلوه يبرد كنديمو ليهم وكنخلوه ياخذ داك الشكل ديال الشجيرات وديال الشجيره او اي كاينين بزاف ديال الاشكال. الو نقدوا دابا بما ان عندنا الفرامبواز وعندنا الحامض فنذوقوها دي ماكارون الى عندنا صفرين دي ماكارون باش يمشيو مع ديك الكريمه باش يمشيو لنا مع وكيخرجوا هذاك كتخرج ديك لابوش كتولي راقيه كتبان شي حاجه زوينه وشويه ديال الفرامبواز حتى هما محطوطين او شويه ديال الكاسيس او اللي عندنا اي حاجه عندنا في الاحمر والصفر نقدروا نذوقوا بها نزينوا بها الشوكولاتي. الله يعطيك الصحة وتبارك الله عليك بوش يعني راقية كتجي خفيفة زوينة وجرب راه حقا كتجي زوينة وسهلة ما فيهاش زعما الظفر داخلك حبيبة سناء. تبارك الله عليك الشيف هند الله يعطيك الصحة. دابا حتى في التزيين ديال لي بوش يعني ما بقيناش كنقطعوا واحد الطريف باش يجي بحال جذع الشجرة ونحطوها هكا من الفوق ولا كتبان يعني سورتو دي موس دي موس بزاف الناس كيمشيو لي موس كيف تكون موس كلها جينواز او كلها كريمون بيغ كتجي مخفيفة فعلا هادشي اللي ولا دابا تبارك الله تبارك الله الناس راه ولاو كيصاوبوا في لي بوش ديورهم يعني هادشي اللي كاين تبارك الله الحمد لله ولاو يجربوها الناس وتعجبهم. ايه اكيد ان شاء الله خاصه كيف ما قلتي دابا تبارك الله يعني عطيتينا هاد لا بوش وعطيتينا بطريقه مبسطه يعني هي فيها بزاف المراحل وإلا ضبطنا المراحل بالجرامات يعني كيف ما عطيتيهم لنا بشويه بشويه اكيد انه ان شاء الله غادي تصدق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وانا الصور غادي نفتحهم واخا ان شاء الله واخا انا هاد لابوش عندي انا في شكل اونترومي مي شوفوا غير اللون ديال الكلاصاج كيفاش داير والتزيين كيفاش وهادي تقدري تصاوبي اونترومي تقدري تصاوبيها دي هادو دي كاتو انديفيدويال صغيورين يعني تقدري تعبي بها كيف ما بغيتي هاد لابوش اييه واخا